رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرجعنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار كما سبق في العيب. وحنكون سجرني باب الخيار لبدا قف او اسقبا هدي اي وحون عيب يمادان اني لبدا قف خيار اي ليهين او اي كلا بخي كران لاجل العيب عيب تا درت ادين لك كلا بخي كرو عيبهاس قيب جراه اي قيب أستامة كلا أنت وويل هاين وحي المركز الشيخ: ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها. دي قوالي خلدنته ونيني أم لين سينو كفء يهي أي تلاد هل يقوم مهريو كد ابن أفاسق نغضه أما نين نسب لما لي أو نغضه أما نين حرفظها سيئة كشقية أو النغضة قبضها واح خيار ملح محايا لعيبها لي وعيبها يحبونيد إن إيادو كفير ست إيادا أيانا كقابي سيئة وليق إن كفير ستان حريبين أقلين عقدي مركا واعن صحي أسل كنا وأدوام مرها دوان صحي وإن لغن نقون أو لغبح. إمام نووي قلت وحان لي: لو بانا معيبا هذه عيبه هراء قصر الشيخ لأي صبحان وجدامك إيا برسك إيا وحياب اللميضة سلام أنا مركي هراء اللمليني أو عبدا أما أدام بوبا النغضيبة فلها الخيار خيار بين مركة عيالة نيسا أو عيبه هراء يقهراء اللوصر الشيخي إن مسكدة هي أي في عنيد بلي علود محايا لما من باب التكرار خرار الله قصوها الله يقا أدون نمضنا واعب يدنا كله قفك هوين كأنا أدون باكو قبا حقا وكو أدك تاي ما دام أمرك ما دام أمرك قفك أنا أدون أي قرستي قدال اللقو أقادي قولك الراجحة إن أدونك أي قرستي أي حق أولا ذهي إن أي كبحضو كأي الراجحة والإمام النووي. ومتى فسخ في خلف هذه فسخ ودعو بخلف بسبب خلف شرط شروطي لقوه شيء كمدا أيان الدب دعي فحكم المهري مهرك حكم كيسي يور رجوع به يمهرك إن لغو النغضة على الغار ننكي قف كان كسري وعوهس قليه لغو النغضة ما سبق وحكمه كحكم ما سبق وحي إنو صهر مري حكم كيسوه كلوية في العيب عبتو حان هرأسو الشيقني قولك أظهر كا إنو سنوح رجوع أجرين وحان هرأسو الشيقني مهرك أنا هديه قبل الوطي هاي إنا وحوال لسكول هاي هدي بعد الوضي هين مهرك إن لليه هاي هاي الهوان هدي لا تابتو مهر بيلا هاي مركو حجيري حكم كيسو واسيد صهر مرتون ومتى فسخ هدي لوضي قفلة كلا ديرو بخلف بسبب خلف شرط هوري لوجه الشيء أو لو درتي فحكم المهري مهرك حكم كيسو
والرجوع به يمهرك إن لغو النقضة وعدي قفكا خلط كالسميسي على الغار قفك قفكا وحوه اسجري لغو النقضة حكم ما سبق في العيب عيب توحي لغو صهر مري كاسو لمديه. والتقرير المؤثر وحوه الشيخ والتقرير سرد عما قفك ماركتي لدقو المؤثر تأثير كله تغرير وضغط مقارن العقد مقارن العقد لعقد الحريرة ما دام ويري هذه لو نقول يقفكي قفك عن صاخل ضي ووحوه سجليي أي الله نقول يا وصاحب الغرر أها غرر كمعتبر كشرعية أو حسامين كره كيوي وحوي التقرير المؤثر غررك وحسامين كره او اعتبارك له وتقرير قارن العقد وتقرير وغررك القررك لحل الى عقدك صالحان وحوي الوحن كوكو مهرين اياه كبار مسلمة او دينة سيدا سانا هشيسكوها ساسونا كبار ديوكو مهرين وحا صوب بحضي قوار دي إني تأجور كتابية ذبا أرجع أمرك مسلم بقى هاي سرد ووقع ذي عقدي اللي سعتي وحنا نضي أرجع بينا أوقف كان لقريي قوار أوجبة أو ما شاء الله آه أو اللي يقانو إني هبل آه بنكون مهرين ياوي قوار جراوة وإني هبل هين بكون مهرين أكبر حسوم الجد شردي وحيابها صار المركا شروط دي هشيس كل سكوا جاء ولا جاب حيوين نكاح مع صحية مسمى عن صحية خلف الشرط وأنا جسوم الرقاق أظهر كا إنه عن صحية وحين مركا شيخه رحمه الله التغرير المؤثر قفك السرطان كواحا لغو سريو الله سجلين يورادك لوا تغرير قارن العقد ومركو عقد على حليلو ولو غرّا هديو وحوه سجليو بحرية أمة أدون إني حرتهاي قوار أدون أيو مهريي وحونا وغوشيغ إني حرتهاي وبيان بغوشيغ وصححناه عقدينا أن صحيح يالله عقدي غرر كا قولك أظهر كا وحن نروى صحيح فالولد علمها ماشى كذا شيء قبل العلم أنت وسر أجان إن إني أضن تاكر حر علمها سحروي إن يا لجوار وحن كقوم هري إن حرة مركي اللي يري جوار أضن أبلوم هري بنك شو نقول مجوار إلا أقل جلي قواد علم قاضي علم هاسي وعلم حروي محايا لأنني كان مركم قواد عن مهر سنية وقال لك قرقالي وحيقول لك قرقالي إنه تنقف حرعة علمه سنة وحر نقوني إنه أدونتا علمه سنة أدون نقوني ولم قرقالي مركع العبرة بذنه لا بالحقيقة ذنك إستقى حتى أقص عضو بعلا فيرنا يا حقيقة ترته معها وحالا فيرنا والشهوبة دي بي لم يتعي قفكي موضي حاس كيسي قفك لو أجنبية وحجر ولو غرة هدي وحجر ووهز قلية بحرية أمة أدوني حرتهاي أيوكو خلدي وصححناه عقدها مغرور كنا صحيح ما كدقني فالولد علمها ير وقبل العلم انت عن لهشين كهر علمها دا شيء حر علمها سحروي وعلى المغرور ننكي وحلوه سجلينا قيمته المها قيمهيسة أي الولي هاي لسيدها سيد الأمة أدونت سيد كيدو نصينيا أداني لإلمه يا روابط بادي أو شمو إلم حار النغضي أدونتي مرهد دي إلمي يالتي أردي واس بدش إلمه هذي حرم النغضي إلمه مرك حروبي أدونت واحد لشوحة إسكالها سيد كيدا
ilmuhuna hooyadii buu raacaa addoommada. sayidkii marka haddii la yidhaahdo ilmahaagii addoontaadu dhashaa lagaa qaadanayaa, de xoolihiisii baa meesha ku khaldamay, xoolihiisii baa meesha ku baxay. si marka labadii qof loo kala jiheeyo, sayidka waxaa la siinayaa ilmaha qiimihiisii baa la siinayaa. ninkii miskiinka ah oo la khaldayna qiimaha bixi baa la leeyahay, lacagtii qiimaha ahaydna ninkii khaladka galay ayaa loogu noqonayaa. wayarjicu wuxuu u noqonayaa buri biha qiimihii ilmaha uu ka bixiyey cala alghaari, midkii wuxuu yidhi khaladka geliyey oo waxaan u horseeday kaa ayuu ugu noqonayaa. watagriiru bilxoriya, haddii wuxuu yidhi xornimo qofka lagu khaldo, watagriiru bilxoriya, xornimo oo wuxuu yidhi laysku khaldo, laa yutasawaru, suurtagal ma aha min sayidihaa, addoonta sayidkeeda inuu ka dhaco. addoonka ninkii addoonta markii loo meherinayay ninkii waa inta cid mas-uul ah oo wilaayadeeda le ay meheriso. addoonta wilaayadeedana sayidkeedaa iska leh. marka ma sayidkeedaa ninka khaladkan sameeyo ninka wax u hoosgeliyo mise waa cid kale? maya wuxuu yidhi sayidkeeda macquulba ma ahaba inuu addoonta xor weeye uu yidhaahdo, isagu maba samayn karaa taqriirkaas. oo sababtu waa maxay? hadduu yidhaahdo gabadh xor aan kugu meherinayaa waa xoroobaysaa, hadduu yidhaahdo gabadhaani xor weeyena waa xoroobaysaa. marka afkiisaba xornaba inay ka soo baxda isaga ma la ogola. saa darteed wakiilkiisa ayaa hawshan oo kale samayn kara. watagriiru bilxoriya, xornimo gabadha in qof kale lagu khaldo oo loo hoosgeliyo, laa yutasawaru, suurtagal kama oo kama iman karto min sayidihaa min jihati sayid, sayidka xaggiisa kama iman karto. wawakiiluhu, wakiilkiisa, aw minhaa, wataati, waxayna ka imanaysaa, aw yutasawar, wamin wakiilihi, wayutasawaru, waxaa la suuraysanayaa oo ay macquul tahay min wakiilihi, wakiilka inay ka timid, aw minhaa, ama iyadu ay gabadha lafteeda ayaa waxay tidhi gabadh xoraan ahay sifaadkaasi u sheegtay, sayidkana waxay ugu sheegtay aabaheed inuu yahay, saasaana lagu meheriyey. sayidku marka waxba ma samayn isagu, keliya gabadha waa meheriyey, laakiin cidda khaladka gashay waa iyada. min wakiilihi, wakiilka unbay ka iman kartaa, aw minhaa, ama gabadha. fanur fiiri marka, fa in kaana attaqriiru minhaa, gabadha xaggeeda hadduu ka yimid, gabadha ayaa ninkii waxay samaysay way sirtay, waxay ugu sheekaysay inay tahay gabadh xor ah, beenteed bayna ahayd sidii buu ninkii ku galay. tacallaqa alqurmu, ilmihii yaraa magdhowgiisii, bidimmatihaa, gabadha yar dimadeeda lagu yeelanaya, gabadhan addoonta ah ayaa lagu yeelanaya. markaa tidhaahda ninkii gabadh waxaanahay xor ah oo sidaa uu ku guursado ilmana uu kaga dhalo, ilmahaas sayidka in la siiyo weeye isaga mar walba garya gardar, maxaa yeele waa xoolihiisii hantidiisii weeye. sayidka marka isagaa siinaya hantidii, isagu yuu u raacanayaa. waxaynu nidhi qofkii wuxuu u raacanayaa godkan ku riday, godkana gabadhana ku riday. gabadhu markaa addoon weeyo hadda xoolo ma leh, raqabadeedana waxba laguma yeelan karo, nin kalaa iska leh. maxaa la samaynayaa? dimadeeda ayuu ku yeelanayaa, waagii ay xorowdo buu u raacanayaa. fa in kaana, wuxuu yidhi minhaa, taqriirku hadduu ka yimid gabadha xaggeeda, tacallaqa alqurmu, qurmigii wuxuu ku xidhiir ee ku xidhmayaa, tacallaqa alqurmu, magdhowgii ilmaha la magdhabi lahaa oo la bixin lahaa qiimihii wuxuu ugu noqonayaa oo uu ku xidhmayaa, bidimmatihaa, bidimmati alamma, addoonta dimadeeda. walow infasala alwaladu, ilmihii yaraa haddii uu soo socmo mayitan isagoo mayda, ilmihii yaraa haddii uu dhasho maytan isagoo mayda, bilaa jinaayatin, wax dhibana aan loo geysanin, falaa shay-a fiihi, ilmihii waa inagi nidhi waa xor weeye, qiimihiisiina sayidkii ayaa la siinayaa. haddii ilmihii uu soo dhasho isagoo mayda, wax dhibaato aan cid aysan u geysanin, ilmahaasi waxaba yaraatay uu leeyahay oo qiimo ama jiraan, maxaa yeelay qiimo wuxuu yeelan lahaa adduunka markuu yimaado, ama isagoo uurka ku jira lasoo dilo,
haddeer isagaa iskii u dhintay bannaankana isagoo aan ahayn qof nool ayuu yimid axkaantii marka ma qaadanayo awlaaddu ay lahayd low infasala alwaladu maytan ilmihii hadduu isagoo mayda uu soo socmo bilaa jinaayatin wax jinaaya iyo dhibana aan loo geysan ayay hooyadii dhashay falaa shay-a fiihi wax laga xukumayaa ma jiro maxaa yeelay noolal dhab ah laguma soo gaarin waman wuxuu yidhi cutiqat haweentii xorowda taxta raqiiqin addoon iyada oo hoostiisa ku nool oo ku mihersan aw amase man bay ku mihersan tahay fiihi isagaba riqun wuxuun addoonnimo ah leh takhayarat gabadhaasi waxay dooranaysaa fii faski nikaax nikaaxa inay fasakato iyo wa fii cadamihi bilijmaac wuxuu yidhi gabadh addoona oo nin addoona qabo haddii gabadhii addoonta ay xorowdo gabadha addoonta ah ninka addoonka ama ha ahaado addoon dhammaystiran ama addoon mubacada ha ahaado marba haddii addoon ku hoos nooshahay gabadha waxaa sharcigu xaq u siiyey inay khiyaar yeelato inay ninkaa ku sii xidhnaato iyo inay bannaanka ka marto iyada ayaa khiyaarkaa la siinayaa wax isaga tale oo laga weydiinayaana ma jiraan iyada waxaa laleeyahay waxaa kuu bannaan inaad bannaankaaga martid oo tiraada niyahu wax inaga dhexeeya ma jiraan ina kala geed iyo inaad ninkaagii hore haysatood raalli ku noqotid labadaa adaa kala dooranaya mid un yeel waxaana daliilu ah arrintaa xadiidkii imaamu albukhaari uu wariyey xadiid bariira gabadha layihahda bariira waxaa la xoreeyey iyadoo nin addoona uu qabo markii ay xorowday ayaa waxay rasuulka u tagtay sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi ninkaas waan xoroobay ninkiina ma rabo wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkaaga xor baad adiga tahay haddaad ku hoos noolaanaysid iyo haddii aad iska fasakhaysid labadaba waa iska fasakhayaa bay tidhi ma rabo ninkii oo dacwo ah maalintii dambe rasuulka u yimid wuxuu yihi rasuul allow igala hadalo ii ergee nebigu marka waa u ergeeyey sala allahu calayhi wasalam bariraay wuxuu yidhi ninkaaga waa kuu fiican yahay isaga hayso ha ka tegin bariira waxay tidhi rasuul allow matalaa horta mise waa amar iyo sharci laygu soo rogay hadday xukun iyo amar laygu soo rogay tahay amarka rasuulkaan qaadanayaa anu waa ka dambaynayaa iyo sharciga hadday talo tahayna oo ila telinaysidna anuu ninkaa wax dana kama lihi uma baahni maya wuxuu rasuulku talo weeye ma aha amar iyo sharciga talo weeye uma baahni bay tiraa ninkaas cabdullahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay waxaan garanayaa isaga oo daba socda oo suuqa intaa maalin walba baryaya walaalay hayga tegin tahaya iyaduna ay diidan tahay ilaahay nafsigu waa wax degdeg badane ilaahay wuxuu qadaray ninkii inuu xoroobo oo iyaduna maalintii dambe ay soo ergooto oo ay tidhaahdo ninkii ha layla hadlo sidoo kale isaguna yihi raalli ah wax dana kaamali aanugu hadde marka xadiidku wuxuu caddaynayaa gabadhu haddii ay xorowdo ninkeedii addoona inay khiyaar leedahay faskiga iyo khiyaarkana iyadaa iskale maxkamad iyo meelle inay aado uma baahno maxaa yeele waa xukun sharciga rasuulka ayaa xukumayba waa xukuman tahay waman cutiqad gabadhii la xoreeya taxta raqiiqin iyadoo addoon uu qabo oo ku hoos nool aw man fiihi riqun ama qof uun addoonnimay ku jirto khayarad way dooranaysaa fii faski nikaaxi nikaaxa inay ka baxday iyo wacadamihi bilijmaac maxaa yeele dhaska ayaa ijmaacana mustanad wa waladhharu qowlka qawiga annahu cala alfawr khiyaarkaas gabadhu ay dooranayso khiyaarka kale unbuu la mid yahayoo si deg dega waa inay khiyaarka ula timaado markiiba fa in qaalad hadday tidhaahdo jahiltu jaahil baan ka ahaa alcitqa in ninkii uu xoroobay in anigu xoroobayo in kaleba war uma haynin sudiqat waa la rumaysanayaa warkeeda biyamiiniha maca yamiiniha deg deg ulama imaanin muddo kadibba waxay tidhi khiyaar baan qaadanayaa waxaa la leeyahay khiyaarku foor buu ahaa deg deg buu ahaa adna waa daahday warkaaga la dhagaysan mahayo hadday tidhaahdo ma ogeyn inaan xoroobay hadda ayaa anigu ogaaday waa la rumaysanayaa warkeeda waana la dhaarinayaa waa li tawfiiq waay waa in amkana haddii warkaasi uu suurtagal yahay haddii warkaas suurtagal yahay waa laga aqbalayaa
بأن كان وابعين يهي المعتق قفك وحري غائبا مذمقا حيابا صورت قلك وحكمية تصاليسا إنه سيدك مغنابا سوى مغنب حري يدون ما أغان كرتو مركز وكرا وصورت قل لكن سيدك أولوك هذه اعتراض ما أغين يصورت قل مع مركز وكرا واركنا ويا وار مستفيدة ووضا كرين لغاية قاني لغاية ما هي مركز وكذا وحالم إذا إن قال هذه اعتراض جهلت وحن جاهل كاها الخيارة إن يقولوا خيار ليه وانو قاينو إلا يحريه لكن إن خيار ليه ما أقينو ما فهم سلين أرنتا الخيار به في الأظهر قولك قوي أيضا نسيده كالوه يمحي لجهلك وحيابها اللوغو عذر دار شرعيا ضدك أيو كمدي هاي مر هذه الجهل الشيقتين أما عدقي قاذا هذا الجهل قاس أما إن إسان مسألة براروكسانين وخيار كاها هذا والله أقبل يا وركيضا محايا لظاهركم إنه كن شيء يسوي وعارض وكسهر كيذنا مجران قولك كسهر كيذا وحولي أظهرك وركيضا لفرما يسان مهيو في رد البيع سيدا عنكو صومر روكالي فإن وحو جيري فسخت مرك هذه أي قواتي فسخته ونكي إسكا فسخته قبل وطئين سقو عن تابنين فلا مهر لها وح مهر ويكول هذا هاي مجرى وكان هرع عيب تبقى أصوى من رأي مرها دين لك لا تقو يضع الله استعبانين وحب الله اسكم عليه مهر كالصحة دعوة هدا عندنا استعبانين وحب الله اسكم على هاي أو بعد وبعده بعد وطء أيا لك لا تقي قبر لي فسخ ويقاضتين لكن مركي فسختين وقور الله أقل قليوي وضيقاسو بعتق عتق أهذي بسبب عتق وهم كذا فسق قاسو بعتق أهذي عتق سببتي وبعده بعد الوطي أها قواردي يعني كذي ويكالة تغين فسق بالقاتي فسق قاسي وحو كدن بيهي وطيقا وطيقانا هم كذا فسق قاسنا وحاكسي دن بيهي عتق كدن بيهي وبعده أها وبعده بعد وطء أي فسق يدعي بعتق بسبب عتق من فسق يسوع دعي ووحي وفسق نيسا ويحرو ذي لكن وقف موضوع ولو تجي ولا لا أقل قلي عتق ونوحها بعده أي بعد الوطء وضع كذب أي حرو ذي وجب المسمى مهلك هر اللوم عاوي أي داعية قبل هدو أدون قبي أدون كين أولا أقل قلو أدون كين مركو أولا أقل قلي كدب أي فسختي سببت فسخة كينينا وي حروذي وقت أي حروذينا وحو أهاوضي ومركو نعيو للا أقل قلي كدب انت أشرت هذه اللي هلو قبل ده وحوي مهر كذي أو كامل أي لا ده يوحي له شيء محايا لمرك ولا أقل قلي قبل ده مهر كذي واسو ناضي وإنك شو مرني قولك عمرها أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام فمسها فلها مهرها كاملا من هذا تابتت مهر كي قبل ده وقبل ما يستنيه مهلك يومرك لما يسترن بالصينية أو قبله حلق ورعي عتقه وقبل الوطء وي عتقه هنا قبل الوطء وها قبلي نكيدي وأضم بوها وإسقبين والحري مركي لحريي أيا يدون إسعوغين أما ها أغاتي بونيكي لعقل قلي وانا قف حر أواي نيكي هدو لعقل قلي مركي أكدي بواحي تيلي وانفسخان إياه ونيكي أي كوهو سمح لي
قولك أصلك وحليه هاي فمهر المثل وحمرك عيالا نساء مهر المثل محايا لي هردي كبرني أي حروذي يضو ننكي بوشان لا أقل قلين وحيا هاي سيدك دقا مركي بينا بوغا بحضو سبب كستو كان توا مرحدي قبرني لطافتي يضو ولي فسخانين حق بونا نكوليه وننكي هذي مركان أصل كوحا إلا إلا خيار مليدات حيا لي ده أذا واحد أو قلاتين نكا جي أذا حرين هذا سيجوبت لكن أسبابه هي أسباب كم ذي الشيء كرتا نكاح وحلاقة شو قاضي يعني نكاح فاسد إنه وها كدي من مهر المثل أي الله سينيا وقيل واحد ليلي المسمى ملك لما جعابي أي الله سينيا أسقى أيانا ظاهرة مربها دي مهر لما جعابي كبرد مهرك ولا مجعابي إنك يوقع الماضي أما حرها تاوي سنهان نحاس كسيبة هيدي مهرك هذي ولا هاي كبرد فين وحوي لفسق هذا دي أي إنك كلا تجان أو إسكف فسح هذا قبل وطئ وطئ كهر فلا مهر لها وح مهر ملء وبعده بعد وطئ وطئ كذب أي إسكف فسخ ذي بعتق بسبب عتق حرو أي حروذي بيدرت بين إسكف فسخ ذي عتق ياسو بعده وضي كذبها وجب المصمى وحي لما قعابي أي بحنيسا أو قبله عتق بيسقف السخضي عتق ياسو قبله قبل الوطئها انت ان قبرنا لطابا ببوها عتق يحلق أي حروذي جاهل بيهايد أما وحي لا ذهي معركت إن خيار للقاضان يموغين وحن بيكوله كرتا فمهر المثل لي مهر المثل أيها الله بحنايا وقيل وحا ليلي المصمى كيلا مقعابي بأهل بحنايا وحانا خرب سور رجحني إن وحي الله مقعابي محايا لقبال المهر بالله مقعابي وحانا دعي أقل قلبا دعي مرحا دي يدو مهر الله مقعابي أقل قلبا وحي الله مقعابي وسغنانيا إن لي هذا مركا النكاحي نكاح فايسنا كسو قاضينا نكاحي هو صحيحا حقا وبعيد وي ولو حجر عتق هدي حروب بعضها كورد بعض بركات او مسكوتبت اما والا كتابي يوحى لي حروب يساد العق انت اكنت او عتق اما عبد اما اضون با حروب اول كورد با كهليني اضون كي با هد حروب تحته اما اضون هو قبا فلا خيار لهم دد كان سو شيغرو دن وح خيار مالي gabadhi hadii waxa xorowey qayb iyada kamid ay tahay wali adoon weey mar haday adoon tahayna khiyar male waa mukaataba laga dhigay mar haday mukaatab tahay ayadana khiyar male maxay wali adoon weey inta ay kitaabada ku jirto waa adoon adoon ayaa gabadh adoon qabay isagii ba xorowey ma waxaan u qiyaas qaadanaa gabadhii oo sida xadiiskii bariira maadaama gabadhii rasuulku u fasaxay ninkana waxaan leenahay adna waa fasaxan tahay mise ninku waa ka duwan yahay gabadha maya ninku waa ka duwan yahay gabadha walaysa dhakaru kal unsa labka iyo dhadigu isku mid ma aha ninku adoon inuu qabo waxba ceeba kuma aha laakiin gabadha in liyahay adoon baa ku qaba caruurteedana liyahay adoon baa dhalay ceebay ku tahay laakiin ninka waxba kuma aha cidaba warka ma haysi waxa guriga u jooga wax khiyaara mala markaasaga قول كلا وحولاه ما أسونا خيار بولاه سيدا يذهب خيار كلوسي فلا خيار وحول قل هذا خيار لما أنتظ ملا وقيل وحالي له الخيار ما خيار بولاه هاي فصل يلزم الولد إعفاف الأب المها وحواجب كوا أبيه إنه أبيه دوره أو إلى ليه وعفدي سو كشقيه يا والاجداد او ويدا على المشهور قول كمشهور كعند الشافعي ابي ادو دا يحي خوله وسن لهين ام خوق وسن لهين غورنا و باهن يحي باهديس ان لا دبوله واجب وحين واجب كو تاهي عرورتيس حق يا دمر با
واجب بي كتاي باب كاني مركب حقوق هالليا والد كسيدي لو قورين لها هي حقوق ذا يكولي هي عروتي يسو كولي هي باب كي عروتي وقدر لها وحيد الشيخ رحمه الله يلزم الولد المهل الضلي أما الله بها هذا أما الددي وحواجب كوا إعفاف الأبي أبها إنو معركتي أو إلى ليه أو أبها باهديسا قوركا أو الضبالة أبها سأما مسلمة هذا أما قالها هذا محايا لباري لماذا أي كميتهاي والأجداد أو ياشونا أبها يلمديه محايا الأب الأبي بمنزلة الأب على المشهور وجه مشهورك سيبو مركه دورا يا أبيه بأن يعطيه وبين سيه مهر حرة قوار حرة مهركيد حسامين يا قضيق الحسين يا قوار حرة مهركيد سيوه بورسيدو أو أما سيقول أما وحرنا يا أنكح بورسو وأعطيك وحنكسين يا المهرة وحولها إنكح قرسوا ليه وأعطيك المهرة مهر كان أنا كسين يا أما مهر بوسين يا دور حرق يمه يسا أما أنت الله هذل له أبو قرسو مهر كان أنا كابحين يا أو ينكح له أبيه وقورين يا بإذنه أو قلانشه أبه أما أبيه يقبر دون يا قبر داسنا وأمهرين يا لكن بشرط وإن إذن أضيق لك حيستا إلا سيوح بورسنا إيه ويمحروها قوارد مهر كيذانا وابحنا إياه قوارد وقضوني وقصو مهرين إياه مهر كان أساك بحنا إياه علمه أو أما سيملكه أمة أما وحو الصمين إياه أدون أيو قصو قضي أبها أيو فرتك سار إياه أما أدون سوء لها أيو سين إياه وحلائق هذا أدون تان وحشرت يا هذو أذن تلاها أذن أصلاً ثوان ويل كوني تاعي هاي الميل ويل كيسو آدي ما آدي كرو أو ثمنها أما أذن تلاعك تادي أي سنة يوحنا جوان أذنا أو هذا هي ستيل سكوت أوتين جوان أصوات جلا ثم عليه على الولد المه وحل ولي هاي مؤنتها مؤنتهما لبض هذا وبيل كادي ينفق هذا يديغان كودي إساق على قربة وحضر الشيخ رحمه الله أولاد والد كودين أبارين مسميين أي واجبة بارين مدن وحاكم مدى هدي والد كي قول أباهاي هاي قارهان آباهاي أووغا إن لو قوريو سفاك استبه اللو قوريو المهن واجب كسارا باهيدا آباهاي نضبولا واي شرط ماها لكن آبوهي نميل قبصدو وحا مهمة مباهدة إلا الضبورة أما هو يده هو يده وأجمعين يده لو قوريو وليس وحوري الشيخ للأبي هذه لو قوريانا خيركي مركو دقبيل بقو بأيه مصروف بقو بأيه هولو بأيه إيقا لو ريقا يهوش وليس للأبي أبو حق أماله تعيين النكاح إنو قور إساقو حدتو إلا هذا قبر داسان قور أنو وحبان قورسين يا كليه حق أمله دون التصري أدون مايا إنه جل هذا أنه أدون مرهبه قربه رباه حق أمله والدك عكس هذا إنه جل هذا والدك أنه قرب مرهبه أدون ناسكه هستان رباه حق أمله حيالي واجب كولها كليه وحيا هاي إن عفا الله سيئو باهدي سالة دبولو وحب باهدي سالة دبولو أيو عرفته وطالع أما أدون حق دبولان أما هو قوريان أيها أما العك حسيان وهو قرصده يجا وطالع لكن يسوونه مال قبصده مايا وليس للأبي أبوه حق أمله تعيين النكاح نكاح كليا أنا والربائين وجله هذا ومرة وأذان يوحاس حق أمله دون التصري أذان مايا مرة وأذانه حق أمله عكس جدا أنا حق أمله من وجه أنا وأذان كليا الربائي يأخذ خدمة يسه نكاح أم بهني مال جيلي ولا رفيعة وليس للأبي حق ما لتعيين رفيعة قوارس الرئيسة إنه على المضاء عينته أيضا حق ما له قوار مهر كيذو غالي يهي وحوالها قبحة يهي أذجيهين
inuu yidhahdo hadda ii guurinaysaan taa ii guuriya, haddii kale laka baxaa hawsha, taana xaq uma leh. Maxaa yeelay caruurta waxaa waajib ku ahayd odayga in la dhowro oo cifadiisa la ilaaliyo, ee in waxa ugu sarreeya loo raadiyo ayaga dhib bay ku tahay. waxaana la isku ogaa inaan la isdhibin laa darara walaa dilaa, walow ittafaqa, haddii wuxuu yidhi ay ku heshiiyaan calaa mahrin, calaa mahrin, meher ayaa lagu heshiiyey. fa tacyiinuhaa lilabi, markaa xadiditaanka qofka la guursanayo aabbaha iskale, haddii layska xadido meherkii oo la yihahdo kharashka waxaan kugu talagalay dhowr kun oo dollar baa lagu diyaariyey inaad gabadh ku guursatid, meherkaaga iyo aqalgalkaaga intaasaan kuu diyaarinay. waa la isla waafaqay, waana ku filan tahay isagaa markaa ikhtiyaarkiisa, hadduu gabadh sare raadsanayay, mid hoose hadduu raadsanayay, tuu raadsanayay isaga u taallaa. mar haddii laisla xadiday xoolihii shida male markaa. walow ittafaqa calaa mahrin, meher haddii laysku waafaqo, fa tacyiinuhaa lilabi, aabbaha ayaa wixii intaa ka dambeeya gabadha isagaa dooranaya, maxaa yeelay isaga weye ninka la noolaanaya. wayajibu, waxaa waajiba, attajdiidu, in nikaaxii la cusboonaysiiyo, idaa maatad, gabadhii hore hadday dhimato, aw infasaqa, ama uu fasaqmo biriddatin bisababi ridda, gaalnimo iyo wax la mid ah, nikaaxii hore uu buro, aw fasaqahu, ama odaygii uu iska fasaqo bicaybin bisababi caybin, cayb gabadha laga helay darteed. wakadaa, waxaa la mid ah, idaa dallaqa, haddii uu furo, bicudrin bisababi cudurdrin, cudurdaar jira darteed oo nushuus iyo wax la mida fil asaxii. markii hore waxaynu taqriirinay odayga inay waajib tahay in loo guuriyo hadduu baahan yahay, baahidiisa si loo daboolo. haddii markii loo guuriyey oo gabadhii hore ay ka dhimato, ama gabadhii hore uuba iska furayba, intay isqaban waayeen, ama ma uusan furine, waa gaalowdayo, waa kala tageen, ama gabadhii ceebbaaba laga helo, way kala tageen, odaygiina weli waa baahan yahay, waa waajib baahidiisa in la daboolo. mar labaad ayaa loo guurinayaa marka. wayajibu, waxaa waajiba, altajdiidu, meherkii in la cusboonaysiiyo ayaa waajiba. wa idaa maatat, haddii islaantii hore ay ka dhimato, aw infasaqa, ama nikaaxii uu buro oo lagu kala tago, biriddatin bisababi ridda, ridda darteed ayaa nikaaxii loo kala tegay oo loo fasaqay. aw amase wuxuu yidhi fasaqahu, ama ridaac iyo waxay la mid ah, aw fasaqahu, ama waalidkii isagaa fasaqay oo bicaybin bisababi caybin, ceeb gabadha laga helay ayaa loo kala tegay. wakada, waxaa la mid ah, idaa dallaqa, haddii uu furo, bicudurin cudurdaar dartii, hadduu u furo cudur jira oo gabadhii ay isku kacaan ama ay diidaba, fil asaxi, wejiga saxda ah. wainamaa yajibu icfaafu faaqidi mahrin muxtaajin ilaa nikaax wayusadaqu idaa daharat ilxaajatu bilaa yamiin. waxaan halkan ka galaynaa shuruudda looga baahan yahay waalidka marka ay waajib tahay in wax loo meheriyo. waalid kasta laysaga meherin mahayo. shuruudda wuxuu yihi, shardiga koowaad waa inuusan meher awoodi karin waalidku, waa inuu yahay waalid faqiir ah oon wax ku mehersado aan haysan, waa shardiga koowaad. shardiga labaad waa inuu waalidku guur u baahan yahay. haddii waalidkii waalid xoolo la yahay, caruurta waxba kama gelin, isagaa isdabaraya, xoolo male waalidku, laakiin guurba uma baahnaba, tabarba uma hayo guur, nin guur u baahanna maba aha, ayadana waajib kuma aha. wainamaa yajibu, waxaa waajiba, icfaafu faaqidin, mid waayey in la dhowro, faaqida mahrin, meher waayey. icfaafka aan sheegayno oo waalidka la ilaalinayo oo baahidiisa la daboolayo waxay waajib noqonaysaa un markuu yahay waalidku faaqida mahrin, meherkii mid waayey. muxtaajin, oo baahan, muxuu u baahan yahay, ilaa nikaaxin, nikaaxi uu u baahan yahay, hadduu nafaqo u baahan yahay laakiin nikaax cusan u baahnayn, waxba loogama baahnayse, waxba loo meherin mahayo. wayusadaq, waa la rumaynayaa, idaa daharat ilxaaja bilaa yamiin, haddii marka odaygii uu yidhaahdo guur baan u baahanahay si uu u helo xoolihiisii, ma waxaa la leeyahay tuhma ku jirto oo lama hube ha la baadho inuu guur u baahan yahay in kale? maya,
hadalkiisa ayaa la rumaynayaa waana la dhaarinayaa. Haddaan la dhaarinina kaba sii fiicanba, maxaa yeelay kuma habboona waalid in la dhaariyo. Wayusadaqu wuxuu yidhi waa la rumaynayaa hadalkiisa, idaa daharat ilxaaja, xaajadii haddii ay muuqato, bilaa yemiinin, wayusadaqu wuxuu yidhi waa la rumaynayaa hadalkiisa, idaa daharat alxaajatu, baahidu markii ay muuqato, bilaa yemiinin, dhaar la-aan. Maxaa yeelay in waalidkan la dhaariyo maqaamkan kuma habboona, ilmuhu inuu waalidkii dhaariyo. Mar hadduu yidhaahdo waa baahnay guur baan rabaa, waa in horey looga guuriyaa. Wayaxrumu calayhi cala alwaalid, waalidka waxaa xaaraanka wadu amati waladihi, waladkiisa ilmihiisa addoontiisa inuu wadiyo oo u tago xaaraan bay ka tahay. Waalmadhabu, madhabka shaaficiyaduna wujuubu mahrin, meher inuu ku waajibayo weeye, laa xaddin, xadna aysan ku waajibayn. Masaladan waxa weeye waalidku xaq ayuu ku leeyahay awlaadda xoolahooda. Waalidku awlaadda xoolahooda xaq buu ku leeyahay. Wuxuu yihi Rasuulku sala allahu calayhi wasalam, anta wa maaluka liabiik, adiga iyo xoolahaaguwa abahabaa leh. Addoonta marka ilmaha uu leeyahay waa xoolihiisii. Rasuulkuna wuxuu sheegay xoolaha iyo isagaba inuu aabbihii leeyahay. Idan aabbuhu xoolaha wuxuu ku leeyahay shuh buu ku leeyahay, mulki daciif ah ayuu ku leeyahay. Oo hadduu xoolihii dhaco ama uu qaato, gacanna loogoyn mahaya, tuugna ma aha, xadna ma leh. Haddaan yidhi marka xoolihiisa hadduu dhaco xad ma leh, tuugna ma aha, addoontii wiilkiisu lahaa hadduu adag iska qabsadaba iska kaxaysto, maxaa la samaynayaa? Ma waxaa laga qaadayaa xad? Miyaa laga ogayaa? Ilaa waa zine, mise waxaa la leeyahay maya meesha shuh baa ku jirtay, xad ma lahee. Ninkan hawshiisa si kale ha loo basriyo, maya si kale wax loo basrinayaa, oo maxaa la samaynayaa? Addoonka waxaa la leeyahay, aabbaha waxaa la leeyahay, gabadhaan addoonta ood qaadatay biduuni idmin bay kugu soo gashay idan la-aan. Shuhubana waa ku leedahay hadda lagu xadi maayo. Laakiin marka hore gabadha horta meherkeedii iska bixi, bima istaxalla min farjiha, mar haddii haween loo dhowaado meher baa meesha yaalla. Meherulmithli baa laga qaadaya, ilaa wax lagu heshiiyey ma jirin. Meherulmithliga yaa la siinayaa, wiilkii baa la siinayaa. Wiilkii ilaa xoolaha odayga waa kala leeyihiin, isagaa la siinayaa. Odaygiina la xadi mahayo. Ilma hadduu yimaado waa inoo soo socdaa. Wayaxrumu wuxuu yidhi calayhi, waalidka waxaa xaaraanka wadu amati waladihi, ilmihiisa wiil iyo gabadhba midku raba ha aada ilmuhu e addoon uu leeyahay inuu u dhowaado xaaraan bay ka tahay. Waalmadhabu, madhabkuna waxa weeye wujuubu mahrin, meher baa lagu yeelanayaa haddii uu gabadha u dhowaado, bima istaxalla min farjiha, laa xad, xadna lagu yeelan mahayo, waa lishuhbati alicfaaf, maxaa yeelay xoolahan waxbuu ku lahaa oo shuhbada ayaa jirtay. Fain marka axbala, haddii gabadha uu uureeyo, gabadhaan nikaaxna uusan ku qabin, mulku yemiinna uu ku haysan weeye, waa gardarro, falwaladu ilmuhu xorun, xor weeye, nasiibun oo nasab leh. Ilmuhu odayga aabbihii aana waa ku abtirsanayaa, waana ilmo xor ah weeye. Laakiin fandur fiiri, fa in kaanad addoontii hadday ahayd mustawladatan, mid wax u dhashay lilbinti, lilibni, wiilka, odayga wiil u dhalay hadday wax u dhashay, lam tasir, noqon mayso mustawladatan lilabi, aabbaha gabadh wax u dhashay noqon mayso. Mustawladadu waa xukun addoontu ay yeelato, oo addoontu ilmo hadday dhasho oo sayidkeedii ilmo u dhasho, markuu sayidku dhinto horey ka xoroobaysaa, xoolaha intaan la dhaxlin bay iyadu horey ka xoroobaysaa. Magacaasaa marka la siiyo waxaa la dhahaa mustawladaa la dhahaa, waa gabadhii adadu ka ilmo dhashatay. Haddiiba marka ninkii aabbihii uu gabadhii ay wax u dhashay, ma waxay noqonaysaa mid mustawlada ah oo aabbihii u ah, mise waxay noqonaysaa mid isaga ah? Waa la kala qaadayaa.
هذي جوارنا أول ويلكو قبي أو حاسستي أو عهرو نشي حكم كذي واسو من هذي مستولدي هروا هاي ويلك أي مستولد دوا هاي مستولد الله بعد ما نغن كرتمركع بحاجة لويلك أي ملك كيسة هي قوي حق بدن سجع حوالا أصل أسكالها كيسة هي هري سجع أسبقها الحق ولا من سبق ملك هانا سجع هي حق بدن أضيقونا فنان كالودر يا علمي سنة ولا سينية حديا إن جواد يا هين وإلا إن لم تكن مستولدة للابن فالأظهر قولك قوي أنها تصير مستولدة للأبي أبيه بمستولدة ونغنيسة ويلك جعنتيسة وأكب حيسة مرضو أباها حولها يغيب كم إذا كان قاتل دي لقومهم قريه إنت والله هذا أضيق لقمة دبتين كرم أدونتي مربحة دي قعنتي أضيق قشري أضيق إن أورهي رئيستي أضيق سفرها الله قاضية المهي دشي حروية يدين مستولدة نغنيسة أدو ونوحي حقوقه وشرتي أباها كلا حديد أدو عفيني سنة هذا يكون تعالى فإن أحبله وحبه لكبار يحضو أوريه فالولد حر حروي علمه النصيب وانا علم النصب لا فإن كانت هذه تأمرك مستولدة ماذا حر شيء للابن والكيسي لم تصير أهان ميسي مستولدة للأبي أباها ماذا حر شيء نقول ميسو حكم كي هر أيه هري فالأظهر وإلا وحبه لهدينا أهين مستولدة وويلك حو عمر ألم قبار أقبه أهين فالأظهر وجه قوي أنها تصير مستولدة للأبي أبها هي مستولدة ونقنيسة وأن عليه أي على الأبي أبه حلوله قيمتها أدون تقيمه هذه مع مهر أيضا مهرنا الله سبحانه هذه وحي أدون تأي واحد الشو أو علمه مركز الشو أنا لا أنا مستولد وحول نقطة آبه أضنت أسويلك وأخدمته وحلمت هاي وح ملك جيس كبحي جعنت أسويلك وأكبحي ملك جيس وأكبحي أضيقي بجعنت سجشي أضيقي بأي شيء مركو أضيق ودنت أنا هريك حروب سنين على لطشان ما يشوف ما دام ومرك عيد متى أضنت أسقيمه أضنت يا الأولى هاي أضيق الدليل أضيق الأولى أضيق قيمه أضنت على قاضية waa galmooday oo haweentii waa la aqal galay meher baa iyada rasuul maali mar hadii haween loo dhawaado meher baa isku leeyahay bimastahalla min farjiha meherkiina odayga waa laga qaadaya soo laba qodob ma aha horeyna waa inaga u soo sheegnay qiimihi ilmaha in laga qaadayo saddexdaba odayga lagu leeyahay qiimihi ilmaha meherkeedi iyo ma aragtay iyada qiimaheedi qolba wuxuu leeyahay ma ilmaha waxba lagu yeelan mahayo oo sababtu waa maxay waa qisoo socdeen la qiimata waladin ilmaha qiimihiisa maya fil asahi wajiga saxda wajuu ulama ilmaha qiimihiisa lagu yeelan mahayo oo maxaa dhacay ilmuhu waa juz'un minha hooyadu qayb kamid ay waay khilaaf kana wuxuu ku dhisan yahay yanbani ala anna istilal يثبت قبل العلوق أو بعد العلوق. أضنتم قرما أي آبه وريجيسا أو مستولدا نغنيسا ما علمه مركي أو أنكمي مش أنتم صن أنكمن كار هداني لأنا قبل العلوق أي مستولدا نغنيسا أضيق مركو أضنتي فريجيبة مر هدين ويلكم مستولدا وأهين أضيق كوريكتي حتى أدون تان إلما هيدا شيء مركان أضيق أود شيء صدرت إلمه لا مرة عن يوم مهر كذي يكلي وحلاق قاضي قيمة هذي حد يا أنا راهنا إلمه مركو أورك قلي مركا كد بأدون تي مستولد دنا قطعي أدون تا أورك هذا مركي بحكو بيرمي يا إسكالها ويلك إسكالها أدونك إلمها كوب بيرمان أدون بنغون يا أدونت لكن شو بدن شفت ضدك تد بهاد اللوح ريجي قيمه مركان والغو يا لنيا قيمه والغو يا لنيا لا بد قول بخلاف كل سنة وأن عليه على الأب قيمتها
ima waxaa laga rabaa addoonta qiimaheedii macaa mehrin iyadoo meherkeediina la bixinayo, laa qiimata waladin waladka qiimihiisi maya. Fil asaxi, maxaa yeelay waa juz ka mida hooyada ayuu ka mid yahay, hooyadana waxaa hore u yeeshay aabbaha yeeshay. Qowlka labaad wuxuu leeyahay maya ilmaha yarkaana waa laga rabaa kawadi shuhbatin buu la mid yahay. Wayaxrumu, waxaa xaaraana nikaaxuhaa nikaaxu lamma, addoontaa inuu guursado wiilkiisu uu leeyahay ayaa xaaraanka ah, iyo gabadhiisu. Ilmahaagaa dhashay wiil iyo gabadh midku raba ha ahaadee addoon ay leeyihiin inaad guursatid xaaraan bay kaa tahay. Maxaa yeelay shuhba ayuu ku leeyahay, xoolo uu leeyahay oo kale ayay la mid tahay. Addoonta adigu aad leedahayna inaad mihirsato lama ogolan sharciga. Kuwan maadaama shuhbada uu ku leeyahay waa laga mamnuucayaa. Falow malaka, markii hore waxaan nidhi u fiirsada masalada siisa isaakin khaldamin. Aabbaha waxaynu nidhi wiilkiisa ama gabadhiisa addoo ilmo uu dhalay addoon uu leeyahay ma mihirsan karo, maxaa yeelay addoonta isagu uu leeyahay ma banaanin inuu mihirsado. Tanna waxay la mid tahay wax uu leeyahay oo kale, waxa ilmahaagu uu leeyahay, anta wa amaaluka liabik baa la yidhi, shuhubu ku leeyahay. Addoontii sidaa ahayd hadduu horay odaygu usii qabay bal ka war oo wiilkii gadaal ka iibsado. Falow malaka, wuxuu yidhi ilmihii hadduu mulkiyo zawjata waalidihi, aabbihii addoontiisii, alladii aabbahaasoo laa taxilu lahu, aysan u bannaanayn alammatu ay nikaaxu lamma, addoonta inuu guursado, lam yanfasixu nikaaxu, nikaaxi ma fasaxmayo, fil asaxi wejiga saxiixaa. Maxaa yeelay liannahu yuktafaru fi ddawaam maa laa yuktafaru fi libtidaa. Wuxuu yidhi haddii addoontii aynu nidhi ilmahaagu uu leeyahay ma bannaana inaad mihirsatid, maxaa yeelay addoon aad leedahay oo kale weeye sideedii, addoon aad leedahay inaad mihirsato lama ogolayn. Addoon odaygii aabbaha ahaa uu qabo oo u mihirsan baad soo gadatay, ilmihii baa soo gatay, wiil iyo gabadh midku raba ha ahaadee. Addoontii markii la soo gato oo ilmahaagii soo gato waxay noqonaysaa addoontii aan kuu bannaanayn inaad mihirsato, waa inagii soo sheegnay ilmahaaga addoon uu leeyahay kuma bannaana inaad mihirsataan. Hadda laakiin meherkaaga iyo mulkiga ilmahaaga meherkaaga horreeyey oo iyadoo ku mihirsan buu ilmahaagii soo gatay. Mulkigan xaadidka ah ma ibdaalinayaa nikaaxi qadiimka ahaa, sida aabbuhuba haddii addoon u mihirsan uu soo iibsado nikaaxeeda uu burjilay, oo aabbuhu hadduu soo iibsado, qofku hadduu soo iibsado addoon u mihirsan, meherkii markiiba waa burayaa. Maxaa yeelay mulkulyamiin aqwaa min annikaax, waa inagii soo marnay. Addoontan gacantiisii bay soo gashay, uu soo iibsaday, awalna xaas bay u ahayd. Hadda xaasnimadkan inay u noqoto iyo inay addoon u ahaato waxay u faa'iido badan addoon inay u ahaato, maxaa yeelay wuu ku shaqaysanayaa, wuu gadanayaa, wax walbuu ku qabsanayaa. Markii addoon u tahay xaasna way u tahay, waxba u dhalaysaa. Hadday wax u dhasho waxa weeye muwalada isu bedelaysa, laakiin haddayna wax dhalin istimtaaci kaluu ka helaya. Ama markay xaas keliya tahay, keliya xuquuq yar buu ku leeyahay oo ah inay xaas u tahay bes, ma iibsan karo, kuma shaqaysan karo, howlo kale kuma qabsan karo. Marka mulkigaa xoog badan, haddaa xaaskaagii soo mulkidid nikaaxi wuu fasakhmayaa. Halkan marka nikaaxi ma la fasakhayaa maadaama wiilkaagii reerkii gacanta soo galay, maye kaas iyo kan kanaa daciifsan. Mulkiga addoonta adiga aad leedahay iyo addoonta ilmahaagu leeyahay, labada mulki kee daciifsan? Xidhiirka aad ku leedahay addoonta wiilkaagu waa daciif, aad uma xoog badna, iyo gabadhaada. Nikaaxaaguna qadiim buu ahaa, mulkigooduna waa mulki hadda cusub oo daciif ah. Nikaaxaaguna nikaax qadiim oo qawi uu ahaa. Asala nikaaxa waxaa athubuutu waddawaam, in nikaaxu uu sugnaado oo la daaya ayaa asala. Saa darteed waa la daynayaa, alxaqu liman sabaq, kii horreeya xaq badan faraha laga qaadayaa. Waxaa kaloo nidhi yuktafaru fi ddawaam maa laa yuktafaru fi libtidaa, markii hadda aan bilaabaynay
waxaan idhi lama ogolo inuu meersado, laakiin hadduu hadda meersan tahay dawaamkan waa la iska lagay dhaqaalaabanayaa, waa la iska daynayaa. ويحرم وحي النكاح أمدى علمه سين وقرسة أي حاران فلو ملك لكن هدو ملكي زوجة والده علمه بأسوه ملكي والد كحاس كيسي الذي والد كاسو الله تحل له الأمة الضون تاضع إسان أبنانين لم ينفسخ النكاح في الأصحي سيدة صحيحة نكاح فسق المهيو لأن الابتداء يقتفر في الابتداء ما لا يقتفر في الانتهاء وحمد لأنه يقتفر في الدوام ما لا يقتفر في الابتداء. فإن ملك وحي هدو ملكيو مكاتب من مكاتبة زوجة سيده سيد كيس حاس كيسي انفسخ النكاح في الأصحي وجه سحدا صورة صورة هذه أولو ذهج سيدكو أدونك مكاتبك سقع اسكالي لكن هذا هشيس واحد قال لنا حوالا وكيرا هشيس كان سيدكو كما بحكرا لنا عيسى لازم مكيه لنا أضانك مخاطب كان جائز بكية لكن أضانك ولي وأضان أنتو حوري ذاذين أيو أضانك مخاطب كان وحالو أقول أنه يحمل كيو أضان بسوي ملكيو صوقت أضان كان يحمل كينا على إسكالي حتى حوغا ملكي قوالو أقول إياه لكن أضو كتابي دي إسكال بحموا أيو بسيقي أضان تيسا على يالان أيو adoontii marka adoonkaagu uu lahaa oo u joogtay ma kuu bannaan tahay inaad mihirsatid maya kuma bannaana qofkaan uma bannaana waayahay uma bannaanayn iyadoo sidaa ahayd oo ku bannaanayn yaa adoontii أدور أمي هرسلي سيدك بواحة صوقت مكاتبك مكاتبك أي صوقت أدور تمركي قعنتي ملكي مكاتبك صوقت شيء مكاتبك أنا هدي وكتابة كشو بيحوايا أدور تاني إساق بواحة يالان دون سيدك يالان أي أيضا الله فيرنا يمركي في المآل أدون طن وحلاقة سوق هذا يا أريج عن تاري ملك أجن سوق شيء انفسخ النكاح نكاح حين وفسخ مياه وفي سوء وليس له أي لسيد سيد كم وبنانا نكاح أمة مكاتبه أدون كو كتابي أدون أوليه أو سوقتي إنه جورسدو وما بنانا ويا هذا سنو بنانين هدي وهرؤسي شري أو هرؤسي قبي هل يقتفر في الدوام ما لا يقتفر في الابتداء ما يتوى كدو انتهي فإن ملك هدود ملكيه مكاتب وحويرين مكاتبة زوجة سيده سيدك الزوجة دي سي أي ملكي سيد أبيه وقال انفسخ النكاح في الأصحي هنا قولك الصح دعا ونكاح وفسخ ميا حي لي حريرك كرد حي سيدك هي مكاتبك وكحوك بذنية هي حريرك كرد حي آبها هي علمها حق ملكيه وحوك بذن ملكك حريرك كرد حي سيدك هي مكاتبك الله سبحانه وتعالى عليكم.